هناك قبل ما نتكلم في الحاجات دي لازم نبقى عارفين ايه هو الهدف من انشاء النقابات الفنيه. تمام. في القانون 35 في قانون 35 لسنه 78 بيقول انشاء النقابات الهدف الاول من انشاء النقابات النهوض بفنون المسرح والسينما والتلفزيون، الحفاظ على التراث الفني العربي والمصري على وجه الخصوص، اخر حاجه رقم 6 و7 الامور الاجتماعيه وعلاقه الفنانين ببعض. القانون برضه ما سابش الحكايه كده على علتها، لا هو احنا عندنا اللي الناس بتعتمد او اللي بيأيد او بيهاجم نقابه المهن الموسيقيه في قرارها بيعتمد على ان الدستور في ماده بتقول ان الابداع حق مكفول للجميع، تمام؟ لا اعتراض على بنود الدستور، ولكن ممر الابداع مكفول، انما الاشتغال بالابداع التربح من الابداع يقع القانون. القانون بيقول ايه بقى؟ يجوز لمجلس النقاب منح تصريح بالعمل لمده محدده او لعمل محدد لظروف معينه لاكتشاف المواهب الواعيه. الواعيه مش الواعده، الواعيه. نمره واحد يا فندم على ان يكون لسه هكمل. لسه هكمل يا حلو، هكمل بعد اذنك. هيكمل والتعاون العربي والانماط اللي غير موجوده داخل النقابات بشرط أن يمنع إجازة من لجنة التقييم المشكلة داخل النقابات. إذا لم لجنة التقييم قالت لا لا يمنح التصريح. ده نمرة واحد. راح المشرع عامل إيه زيادة على ده؟ قال لك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن كذا ولا تزيد عن كذا، وبغرامة لا تقل عن كذا ولا تزيد عن كذا، كل من مارس مهنة من الفئة الفنية دون أن يكون مصرحا له من النقابة بممارسة هذه المهنة. ده الأساس، ده اللي بنناقشه. ما حدش وصي على النقابات يقول لها لا خدي القانون ده او برري لي انت خدت القرار ده ليه؟ لا، انا مجلس نقابه باخد قرارات تاديبيه، فرضا انا اديت لفلان وزيد وعبيد عضويه نقابه وطلع على المسرح عمل مشين، يحق لي ان يحوله لمجلس تاديب ويفصل من النقابه ويمنع من ممارسه مهنه الغناء، انما يبدع يروح يغني في البيت هو حر. ده إبداع، روح غني في البيت، غني في فرقة مستقلة، غني مش عارف في إيه، غني فين، كل دي حاجات متاحة من منطق حرية الإبداع مقبول الكلام.